بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، تحية طيبة ومباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل موضوع الحصة الماضية عن حضارة فينيقيا، جزأناها إلى عنوانين كبار. العنوان الأولاني نبذة تاريخية عن الحضارة، العنوان الثاني مصادر الحضارة اللي بنحكم من خلاله على المنتج العظيم الحضاري لهذا الشعب. والنهارده هنناقش العنصر الثاني، مظاهر الحضارة اللي بيتمثل في الآتي: أولاً الحياة السياسية، ثانياً الحياة الاقتصادية، ثالثاً الحياة الدينية، رابعاً الحياة الاجتماعية، خامساً الحياة الثقافية، سادساً الحياة الفنية. النهارده هنبدأ بواحد منهم اللي هو أولاً الحياة السياسية. تابعت معاك وتقدر تحط معايا العناصر دي عن الحياة السياسية، يعني من خلالها انت بتتناول هذا الجانب الحضاري. فنبدأ بالحياة السياسية. العناصر الرئيسية بتاعتها: واحد، الشكل السياسي الذي ظهرت عليه فينيقيا في خريطة العالم القديم. اثنين، نظام الحكم. ثلاثة، الوضع السياسي لفينيقيا من بدايتها لنهايتها. أربعة، التواصل السياسي والعسكري بين مصر وفينيقيا. لو أنت فهمت كل عنصر إيه المعلومة اللي تحته، يبقى أنت في النهاية عندك فكرة عن الحياة السياسية وجاهز لأي سؤال يسألوك فيها. فنبدأ العناوين دي، نبدأ ناخد فكرة عن كل عنوان. نبدأ بالعنوان الأولاني، الشكل السياسي الذي ظهرت عليه فينيقيا. ظهرت في خريطة العالم القديم على شكل دويلات مدن مستقلة. يبقى كده الشكل اللي ظهرت عليه دويلات مدن مستقلة. كل مدينة بتهتم بمصالحها الذاتية المباشرة وتوفير الأمان والاستقرار السياسي. وبكده يبقى دويلات المدن دي أهو تشابهت مع حضارة العراق في الموضوع ده، يبقى مع حضارة العراق، لأن حضارة العراق برضو كانت دويلات مدن مستقلة. شنو المقارنة؟ كمان حاجة تانية، قلنا كل مدينة يهمها مصالحها الذاتية ويهمها إن هي توفر الأمان والاستقرار والسياسي. الحكاية دي انعكست على التقدم المعماري للحضارة دي، فظهرت العمارة تعدها متقدمة، وأكثر جانب للتقدم المعماري اللي برعوا فيه العمارة الحربية. وده كله ليه؟ عشان يأمنوا نفسهم، لأن بلدهم كانت عبارة عن قنطرة يعبرها الهزام بين الشرق وبين الغرب. إذا أنت الشكل السياسي لحضارة فينيقيا على خريطة العالم دويلات مدن مستقلة. العنصر الثاني، نظام الحكم. لما أدي كده معلومة لنظام الحكم اللي صارت عليه فينيقيا، شبه ديمقراطي أهو، شبه ديمقراطي. ونختار كده مدينة من مدن فينيقيا نطبق عليه هذا النظام، وما ينطبق على المدينة الواحدة ينطبق على المدن الأخرى. فنختار مدينة كده معينة زي صيدا، زي سور، أي مدينة. لكل مدينة حكومة، والحكومة دي بتتمثل في الآتي: كل حكومة لها ملك، والملك ده ليه معلومتين عندك، يحكم بالوراثة وسلطته مقيدة، عكس فرعون عندنا سلطته كانت مطلقة حتى نهاية الدولة القديمة. سلطته كانت مطلقة لغاية نهاية الدولة القديمة، حيث قامت عليه أول ثورة اجتماعية حولت السلطة المطلقة إلى سلطة مقيدة. لكن في مدن فينيقيا سلطته مقيدة من البداية. يبقى الملك معلومتين عندك، يحكم بالوراثة والسلطة مقيدة. ثاني حاجة، مجلس الشيوخ، ودول عبارة عن هيئة من المشرعين. يبقى الملك هنا لا يشرع القوانين، لكن عندنا في الحضارة المصرية الملك يشرع القوانين، أو يدي الأمر للوزير أن يشرع نيابة عن التوفيق بتفويض منه. إنما هنا مجلس الشيوخ هو اللي بيقوم بتشريع ما
القوانين. كمان في حاجة اسمها مجلس نواب، ومجلس النواب دول من طبقة الأغنياء. كمان في الكهنة رجال الدين لهم دور في إدارة دفة الحكم. يبقى كل مدينة نظام حكمها شبه ديمقراطي، كل مدينة لها حكومة، على رأسها ملك يحكم بالوراثة، السلطة مقيدة، مجلس شيوخ شرعوا القوانين، مجلس نواب من طبقة الأغنياء، الكهنة لهم دور في إدارة دفة الحكم. عشان كده سلطة الملك مقيدة وليست مطلقة. ثالث عنصر الوضع السياسي من البداية للنهاية. يبقى ظهر حضارة فينيقيا على هيئة دولات مدن مستقلة. يبقى دي نمرة واحد، هنقول هنا ألف. بعد كده احتلها الإسكندر الأكبر سنة 332 قبل الميلاد. دي به. بعد كده الإسكندر الأكبر بعد وفاته ملوش وريث، قادة بتوعه اجتمعوا في مدينة بابل، وأنا قلت كده في القصة الماضية، وقسموا الإمبراطورية بتاعته بينهم. فكان المكان ده اللي هو أرض فينيقيا اللي هو سوريا ولبنان من نصيب قائد اسمه سوليوكوس. أسس دولة هنا عرفت باسم الدولة السوليوكية، فخضعت بلاد مدن فينيقيا بحكم السلوقيين لمدة 3 قرون. نمر الدال اهي، عندما ظهر الإسلام وانتشر وظهرت حركة الفتوحات الإسلامية، خضعت بلاد فينيقيا لحكم المسلمين عام 634 ميلادية. بنروح بقى للعنصر الرابع، التواصل السياسي والعسكري بين مصر وفينيقيا. نقدر نلخص الحكاية دي في 4 جزئيات. الجزئية الأولانية، بس كنا نعرف الجزئية الأولانية إنه المصريين اعتبروا إن بلاد الشام تمثل بالنسبة لهم أمن قومي شمالي، زي بلاد النوبة وشمال السودان والسودان أمن قومي جنوبي. فالملوك المصريين حريصين على تحقيق الأمن القومي، وبما إنه أرض فينيقيا اللي هي سوريا اللي هي الشام يعني تمثل الأمن القومي الشمالي، فكان كل الفراعنة في مصر حريصين على تحقيق الأمن القومي الشمالي فتواجدوا هناك. إذا التواجد هناك ليس الهدف منه استغلال موارد البلاد اقتصاديا، ولكن الهدف هو متعلق بنظرية الأمن القومي المصري الشمالي. ولتحقيق الأمن القومي المصري الشمالي كان التواصل السياسي والعسكري بين مصر وفينيقيا، ويتمثل في 4 جزئيات دي. فلتحقيق الأمن القومي حرص ملوك مصر على إرسال حملات عسكرية إلى سوريا ولبنان. إذن ده أسلوب أهو. الحاجة الثانية حريصين على إنشاء القلاع والحصون الحربية. أهو لو بصيت في الكلام هتلاقيه متعلق بالأمن القومي المصري وليس سياسة استغلالية، ليست سياسة احتلال. جيم اشترك الفينيقيون مع الملك تحتمس الثالث في معركة مجدو. نمرة د في عهد الملك رمسيس الثاني في الأسرة 19 حرص على تعزيز الوجود المصري في سوريا. بعد كده عقد معاهدة سلام مع الحيثيين، دي أول معاهدة سلام في مكتوبة في العالم. بعدها خضعت المدن الفينيقية للسيطرة المصرية، وتأكدت أواصر الروابط بين البلدين في التجارة. وبالعناوين اللي احنا عملناها دي تكون ادينا فكرة عن الحياة السياسية كمظهر حضاري لحضارة فينيقيا. في المرة القادمة إن شاء الله نتناول جانب آخر وهو الجانب الاقتصادي بفروع الثلاثة: زراعة، صناعة، تجارة. أجمل أمنيات بالتوفيق. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.